معاكم الدكتور أسامة ياسين، أستاذ الهيستولوجي في الطب الزقازيق. احنا عندنا 4 بيزك تيشوز: ابيثيليوم، كونكتيف تيشو، نيرفس تيشو، اند ماسكولار تيشو. طبعا دي مقدمة بنقولها كده قبل المحاضرة. لو هنتكلم عن الماسكولار تيشو، فاحنا عندنا 3 انواع من الماسكولار تيشو: في سترياتد سكيليتال ماسل، في كاردياك سترياتد ماسل برضو، واخر حاجة في السموس ماسل. لو هنتكلم عن السكيليتال ماسل بارتيكولارلي، فبنرجع في المقدمة بتاعتنا الى الامبريو، والخلية اللي اسمها المايوبلاست دي هي اللي هتكون لي الماسل فايبر الكبير ده، بالرغم ان هي خلية صغيرة جدا، لكن هتنجح في ان هي تعمل لي ماسل فايبر ممكن يوصل الى 30 سنتي، او خلية توصل الى 30 سنتي في طولها. طب ازاي الحكاية دي هتحصل؟ هيحصل اتحاد ما بين مجموعة من المايوبلاست، طبعا دي 4 لكن بيبقى العدد كبير جدا، بيكونوا حاجة اسمها مايوتيوب. هذه المايوتيوب بيكون جواها المايوسايت وحواليها البيزل لامينا بتاعتها. يبقى اذا المايوسايت او المسل فايبر اللي كون قدامي ده ده عبارة عن مجموعة من المايوسايتس، او سوري مجموعة من المايوبلاست. يبقى كل خلية ليها نيوكليس، لكن بيذوب السيل ممبرين بينهم وبين بعض، فبيبقوا خلية واحدة ونسميها احنا مسل فايبر. هذه المسل فايبر بتقوم بفانكشن اللي هي الكونتراكشن ريلاكسيشن، ات نيدز هاي انرجي، علشان كده لازم الف حواليها كونكتيف تيشو علشان اضمن ان البلاد كابيلاريز توصل لها بسهوله، والبلاد يوصل لها بسهوله ومعاها النيوتريشن والاكسجين، ومعاها كمان النيرف سبلاي، لان انا محتاجها تبقى هايلي انرفيتد، يعني النيرف سبلاي ليها عالي جدا عشان يحصل الفاين موفمنت. علشان كده كل ماسل فايبر لو احنا نشوفه هنلاقي فيه حواليه لير رقيقه قوي قوي، فيري ثين، من الكونكتيف تيشو، بسميها اندوميز. يجي ماسل فايبر مع ماسل فايبر مع ماسل فايبر ويعملوا مع بعض باندل، ونلفها بلير اتخن شويه او ثيكر شويه من الكونكتيف تيشو، ونسمي الكونكتيف تيشو ده بريميزيا علشان ينجح في تصنيع الماسل باندل. ماسل باندل مع ماسل باندل مع ماسل باندل الف فيها فيري ثيك لير من الكونكتيف تيشو برضو، واسميها ابيميزيا. في الحاله دي بقى عندي ماسل، والنهايه دي مع النهايه دي بنسميها التندونز. يبقى دي الماسل وده التندون. التندون ده بيدخل على البون علشان يستمر مع البيري اوستيان زي ما شرحنا في المحاضره اللي قبل كده، ويدخل معاه في الاستراكشر بتاعه ويعد جوه البون، ونسميه شاربس فايبرز. قبل ما ندخل المحاضرة عايزين نعرف ان السيل ممبرين في المصل بنسميها ساركوليما، والسيتوبلازم بنسميه ساركوبلازم، والسموس اندوبلازم كريتيكولم بنسميها ساركوبلازم كريتيكولم، والميتوكوندريا بنسميها ساركوسوم. يبقى كلمة ساركو معناها مصل، حتى في الباثولوجي نحب نقول ساركوما، يعني مصل فيه، يعني تيومر في المصل. ده بالنسبة للترمينولوجي اللي احنا ممكن هنستخدمه في المحاضرة بتاعتنا. لو هنبدا المحاضره في الماسكولار تيشو او السكيليتال ماسل بالتحديد، فاحنا عايزين نشوفها باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، واخر حاجه نعرف انواع السكيليتال ماسل فايبرز ايه. باللايت مايكروسكوب هشوفها بالال اس والتي اس، واشوف الكونكتيف تيشو كومبوننت اللي احنا اتكلمنا عنه، وبعدين نشوف الماسل فايبر بتاعنا بالتفصيل سواء كان بالال اس او كان بالتي اس. بالالكترون مايكروسكوب عايز اشوف الساركومير، وعايز اشوف الموليكولار ستراكشر اللي يفسر لي الساركومير، واهم حاجه عندنا برضو من الحاجات المهمه مع الساركومير هو ستراكشر خاص بالسكيليتال ماسل، مش متكرر في مكان تاني، يونيك بالنسبه للسكيليتال ماسل، بسميه الترايد. اللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب طبعا بدا يبان عندنا، طبعا دي رسمه مش لايت مايكروسكوب، لكن بدأ يبان عندنا الاندوميزيوم اللي هو الخطوط البيضاء، الخطوط الاحمر ده اللي هي الماسل فايبر، كل واحده من دي خليه سيل، لكن انا واخدها بالتي اس مظبوط، حواليها خط ابيض، ده الاندوميزيوم، ما هو الاندوميزيوم اهو، ده اللي هو الخط الابيض اللي حوالين كل ماسل فايبر، وبعدين يجي الايبيميزيوم، واخر حاجه البريميزيوم، اسف، اللي هو الخط ده
اللي هو مقسم لي السكيليتال ماسل لبندلز، وبعدين في الاخر خالص عندي الابيميزيوم اللي هو بره ده اللي هو عامل لي بيه كليفيه اللي حوالين المصل، وده بيبقى مور ثيكر. هلا وانا خدت تي اس خلاص تحت الميكروسكوب هيبقى المنظر ده، دي ايه؟ دي ماسل فايبر وده ماسل فايبر وده ماسل فايبر، امال فين الماسل باندل؟ دي الماسل باندل تمام، وحواليها البريميزيوم، يبقى اذا ده الماسل فايبر وحوالي الاندوميزيوم، ودي الماسل باندل وحواليها البري ميزيوم. لكن الابيميزيوم ما هوش باين عندي هنا في الصوره دي، لكن ممكن نقول ان ده الابيميزيوم بتاعنا لو كنت برضو بتفرج على تي اس السكيليتال ماسل، يبقى ده فايبر وده فايبر وده فايبر. امال ايه الازرق ده؟ ده اكيد النيوكلياي. قد ايه النيوكلياي بتاعتنا مالتيبل وبريفرال، عشان كده ممكن اشوفها مع كل مكان. لو اخدت ال اس النيوكلياي بتاعتي هتبان ايه؟ هتبان بريفرال، لان ده ماسل فايبر وده ماسل فايبر وده ماسل فايبر، وده المسافة ما بين ده، واضح هنا ان ده الاندوميزيوم هو بيلف حوالين الماسل فايبر، ودي النيوكلياي بتاعتي اللي هي عبارة عن اوفال وبريفرال نيوكلياي. يبقى نلخص الكلام تاني، السكيليتال ماسل هشوف فيها حاجتين، الكونكتيف تيشو كومبوننت والماسل فايبر. الكونكتيف تيشو كومبوننت يا اما ابيميزيوم يا اما بريميزيوم يا اما اندوميزيوم. الابيميزيوم ده حوالين كل الابيميزيوم حوالين المصل كلها، البريميزيوم بيعمل باندلز، لكن اندوميزيوم حوالين كل مصل فايبر. مره تانية بنهتم قوي بالكونكتيف تيشو كومبوننت لان هو فايتال بالنسبه للسكيليتال مصل، يبقى دي ديليكت لاير من الكونكتيف تيشو من الريتيكولار لاير بتسراوند الانديفيديوال مصل فايبر، فيها بلود كابيلرز اللي بنسميها سمول دايمز سمول دايمتر، يعني بتبقى ايه معاها برضو النيرف اندنجز اللي بتوصل للماسل فايبر بتكون الانفاسز من النيرف. لكن البريميزيوم ده بيبقى سكر طبعا من الكونكتيف تيشو، بيحاوط مجموعه من الفايبرز اللي بنسميها فاسيكلز، والفاسيكل دي اللي هي الفانكشنال يونت بتاعت الماسل، لان هي غالبا بيحصل لها كونكشن ريلاكسيشن مع بعضها، وبعدين بيحتوي على لارجر بلاد بيزلز ونيرف، وهي رايحه لمين؟ للاندوميزيوم. اما الابيميزيوم ده عباره عن شيت تخين قوي من الكونكتيف تيشو، من الدنس كونكتيف تيشو، بيحوط المسلز كلها، وبعدين فيه الميجرز والميجرز بلاد سبلاي والنيرف سبلاي. ده صاحبنا بيحاول يشيل الابيميزيوم من المسل. برضه هنا نقول الابيض اللي جوه ده اللي هو الان اللي هو البيري ميزيوم. دي هتبدا الدياجرامز بقى الواضحه والسهله قوي، ان بتقسم لي السكيليتال ماسل الى باندلز، وكل باندل عباره عن فايبرز، وكل فايبر ده فايبر اهو حواليه الاندوميزيوم بتاعه، ده السيل ممبرين او الساركوليما، موجود جواها الساركوبلازم او السيتوبلازم، وكل سيتوبلازم موجود فيه مجموعه من المايوفايبر، اللي يبقى ده فايبر وده فايبر وده فايبر وده فايبر. ولكن دي النيوكليس شايفين بالجنج ازاي؟ لان هي بالجنج ازاي؟ لان هي بريفرال نيوكليس. مره تانية بنتكلم عن يا ترى ده ماسل فايبر ولا ماسل فايبريل ولا ماسل على بعضها؟ لا، دي ماسل فايبر واحد، يعني اللي بره ده هو السيل ممبرين، واللي جوه ده اللي هو السيتوبلازم، ودي عبارة عن ميتوكوندريا. لو انا شفت الميتوكوندريا اهي، وبعدين اسمي ده ايه؟ مايوفايبريل. كل دايرة من دي عبارة عن مايوفايبريل، واللي طلع بره ده برضو مايوفايبريل. الاقي المايوفايبريل بتاعي بفيه دوتس ادق شوية، بسميها ايه بقى؟ فيلامنتس. بسميها فيلامنت، في منها تخين وفي منها رفيع. مرة تانية دي عبارة عن خلية واحدة من المايوسايت، ودي النيوكلياي بتاعتي، دي النيوكلياس ودي النيوكلياس ودي هي مالتي نيوكليتد نيوكليس ومالتي نيوكليتد سيل، وبعدين موجود جواها المايوفايبرلز بشكل كبير، 1 2 3 4 5 كل دول مايوفايبرل، وده طالع منه المايوفيلامنتس، اللي طالع منه ده اللي هو المايوفيلامنتس. يبقى مرة تانية السكيليتال ماسل فايبر لو اتكلموا عنه باللايت مايكروسكوب، ده عبارة عن سلندريكال مالتي نيوكليتد سيلز، الديامتر بتاعها من 10 ل 100، واللينس بتاعها ممكن يوصل ل 30 سم. النيوكليا بتاعتي بتبقى اوفال وبريفرال،
السيتوبلازم بتاعه بيبقى اسيدوفيليك، لازم يكون اسيدوفيليك. ليه؟ لانه ريتش ان بروتين، البروتين هو الاكتين والايه والمايوسين. تفرق معايا لو اشوفها بالتي اس او اشوفها بالال اس. لو اشوفها بالتي اس هشوفها نقط، هي ايه اللي هو الاكتين والمايوسين، لكن لو اشوفها بالال اس هيبان عندي الاستريشن. فبتيجي نتفرج كده على الصور نشوف الكلام ده، اللي شفتها بالتي اس صحيح مليان نقط، النقط دي بتمثل الاكتين والمايوسين وانا واخد فيه تي اس. لكن لو شفتها بالال اس شايف يبدا يبان الاستريشن عندي، الاستريشن ده ترانزفيرز استريشن. لما نشوف صوره اوضح ده ايه، ده ترانزفيرز، خط غامق خط فاتح، خط غامق خط فاتح، خط غامق خط فاتح، يبقى ترانزفير ده المصل فايبر ماشي بالطول كده والاستريشن ماشي بالعرض كده. النيوكلاي بتاعت بريفرال، وما بين كل مصل فايبر ومصل فايبر اللي فيه كونكتيف تيشو اللي هو الاندو ميسيوم. دول لو حطينا الصورتين جنب بعض طبعا دي تي اس ودي ال اس قد ايه السكيليتال مصل سهل. يبقى احنا اخدنا مع بعض اللايت ميكروسكوب، شفنا ال اس والتي اس، شفنا الكونكتيف تيشو كومبوننت، واتكلمنا شويه عن المصل فايبر. لكن تعالوا نروح نتفرج على الالكترون مايكروسكوب. لو شفنا المصل بالالكترون مايكروسكوب هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى شكلها ان احنا نقدر نبدا نحدد المايو فايبر دي بالالكترون مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب ايه اللي باين عند الاسترييشنز اللي احنا بنتكلم عليه؟ المصل فايبر ماشي بالطول كده ولا بالعرض كده ولا بالطول كده؟ لا، المصل فايبر اهو ده مصل فايبريل، مايو فايبريل، وده مايو فايبريل، وده مايو فايبريل، وده مايو فايبريل، وده مايو فايبريل. يبقى انا كده لو بتكلم هنا بقى كده، يبقى انا بتكلم عن ده كده مثلا مايو فايبر او ماسل فايبر، ده بالالكترون ميكروسكوب. وهنا النيوكليس بتاعتي موجوده، يبقى اذا ده نهايه، ده نهايه ماسل فايبر ودي بدايه ماسل فايبر، وبينهم بعض النيوكليا بتاعت واحده منهم اللي هي بتبقى بريفرال واوفال بالشكل. طبعا دي اكتف نيوكليس لان هي بتصنع لي كل البروتينز اللي انا شايفها دي. يبقى الخلاصه ان ده مصل فايبر او مايو فايبر. هذا المايو فايبر عباره عن وحدات متتاليه، ادي وحده ادي وحده ادي وحده ادي وحده ادي وحده، ده بنسميها ساركومير. يبقى ما بين الخط ده والخط ده هسميه ايه؟ ساركومير. ما بين الخط ده وما بين الخط ده اسميه ايه؟ ساركومير. ما بين الخط ده وما بين الخط ده اسميه ايه؟ ساركومير. اوكي، لكن سار اس ار دي اللي هي ساركوبلازميك ريتيكولم او ساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى اذا في الاي ام انا بشوف ايه؟ بشوف المايو فايبرل، بشوف الساركوبلازميك ريتيكولم، بشوف السيل ممبرين، بشوف الميتوكوندريا والجولجي ابريتس والريبوسومز، ممكن اشوف السيلين كلوجنز والليبيد والمايوجلوبين لو كان السكشن بتاعي والبريبير. المايو فايبر اللي هتفرج عليه قدام ترى عارفينه البارل لونج اكسس قلناه وشفناه. اللونجيتودينال السكشن بيبان فيه ايه؟ بيبان فيه ثلاث حاجات، الاي باند والاي باند والزيد لاين. الاي باند او الدارك باند، ودي بتبقى انا ايزوتروب، والايزوتروبست دي حاجه خاصه بميكروسكوب تاني. الاي باند او اللايت باند بتبقى ايزوتروب، الاولانيه انايزوتروب والثانيه الاي باند ايزوتروب. بعد كده في الزد لاين اللي هو كنت بشاور لكم عليه من شويه، وكنا بنقول عليه اللي هو ده اللي هو الزد لاين اللي هو الخط ما بين التو ساركومينز. يبقى وانا ماشي كده، لو انا ماشي كده، لو انا ماشي كده هلاقي في خطوط بتقابلني اهو، في خطوط بتقابل. كل خط ده عباره عن بنسميه زد ديسك او زد لاين، يبقى سميه زد ديسك او زد لاين، وهنشوف دلوقتي ايه حكايته. يبقى لو بنتكلم عن الساركومير، الساركومير مش الفانكشنال يونت لكن بنقول عليه كونتراكتايل يونت اوف ذا ماسل فايبر. It is the region between two successive Z lines. اللينس بتاعه بيبقى حوالي 2.5 مايكرومتر، يعني كبير مش صغير. الساركوبلازميك ريتيكولم، ودي اهم حاجه برضو بشوفها مع الساركومير، دي عباره عن ايه؟ عباره عن ممبرينس ستراكشر صغير خالص، عباره عن تيوبولز متقاطعه مع بعضها، نتورك ما بين المايو فايبرلز. يعني كل مايو فايبرل حواليه مجموعه كبيره جدا من الساركوبلازميك ريتيكولم. ده انا عايز اقول لك ان كل ساركومير ليه ساركوبلازميك ريتيكولم خاصه بيه. عشان كده عند الاي اي جانكشن بتعمل دايليتيشن، هي مين اللي بتعمل دايليتيشن؟ الساركوبلازميك ريتيكولم، ونسميها
تيرمينال سيسترمم. يبقى عندي الاي اي جانكشن الاقي فيه تيرمينال سيسترمي. فايدتها ايه الساركوبلازميك ريتيكولم؟ طبعا دي جواها موجود الكالسيوم ايونز. هذه الكالسيوم ايونز ار اسينشال فور كونتراكشن اند ريلاكسيشن. عشان كده لما طلع الكالسيوم ايون من الساركوبلازميك ريتيكولم يحصل كونتراكشن. لو عايز اعمل ريلاكسيشن ادخله مره تانية، ادخل مين؟ الكالسيوم ايون جوه الساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى الساركوبلازميك ريتيكولم دي فايتال بالنسبه للاكتيفيتي اوف ذا ماسل. لو بتفرج على سكيليتال ماسل فايبر، ماشي دي البيزل لامينا، نشيل كده البيزل لامينا، يبدا يبان عندي الاسترييشن. الاقي جوه الماسل فايبر مجموعه من المايوفايبر. هذه المايوفايبرز لو ركزت معايا شويه كده هلاقي فيها وحدات متكرره، دي من اول هنا لغايه هنا، دي اسمها وحده او بسميها ساركومير. لو اتفرج على الساركومير هلاقيه بالشكل ده. ايه هو الساركومير؟ المسافه ما بين تو زد ديسك، دي زد ديسك وده زد ديسك، او زد لاين وزد لاين. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان انا عندي حته ثيك وحته جزء ثين. يبقى في جزء ثيك وجزء ثين. الثيك ريليتد للثيك فيلمنت والثين ريليتد للثين فيلمنت. لو بتفرج على الثين فيلمنت اللي هي لونها اسود دي، هلاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن جلوبيولين بروتين. اسمه ايه جلوبيولين بروتين؟ جلوبيولار بروتين، ده بسميه اكتين. يبقى ده جلوبيولار اكتين. هذا الجلوبيولار اكتين بيحصل له بوليمرايزيشن علشان يعمل لي فيلمنت، واسميه بعد ما يعمل لي دبل هيليكس فيلمنت اسميه فيلمنتس اكتين او اف اكتين. يبقى الجي اكتين بيتحول الى اف اكتين. مع الجي اكتين والاف اكتين بيتخلق بروتين جديد اسمه تروبومايوسين. هذا التروبومايوسين عند نقطه الالتقاء ما بين الاكتين والمايوسين بيترسب بروتين ثالث اسمه التروبينين، اللي هو عباره عن ثلاث انواع: تروبينين سي، تروبينين اي، وتروبينين تي. تروبينين اي انهبيتوري، التروبينين سي بيرتبط بالكالسيوم، وده بيرتبط زي ما احنا شايفين بالتروبومايوسين. يبقى اذا السين فيلامنت بيتكون من اكتين، فيلامنتس اكتين هو اصله جلوبولار اكتين او جي اكتين، ومعاها التروبومايوسين اللي هو اللون الاصفر ده، وبعدين 3 تايبز اوف تروبونين، ده اللي هو السين فيلمنت. بسيطه خالص. طيب امال ايه بقى حكايه السيك فيلمنت دي؟ نبص كده على السيك فيلمنت ونشوف ايه حكايته. السيك فيلمنت عباره عن ايه؟ هيفي تشين وفور لايت تشين. اللون الازرق ده بنسميه لايت تشين، واللي لونه اسود ده كله بالجزء الجلوبولار ده بنسميه هيفي تشين. يبقى اتنين هيفي تشين واربعه لايت تشين مع بعض كده بنسميهم مايوسين مولوكيول. يبقى المايوسين مولوكيول بيتكون من ايه؟ من اتنين هيفي تشين وفور لايت تشين. لو اتفرج على وان هيفي تشين الاقي عباره عن 3 بارتس، جزء بسميه تيل، جزء بسميه هيد، وفليكسيبل نيك. دي اللي هي مين؟ بنتكلم عن الهيفي تشين مش عن المايوسين مولوكيول، لان ده دلوقتي هيفي تشين ومعاها اثنين لايت تشين كده مع بعض كده هيعملوا لي المولكيول اللي اسمه مايوسين مولكيول. ده اللي هو الثيك فيلمنت. مره ثانيه ده الساركومير بيتكون من سين فيلمنت وثيك فيلمنت، مش هنقول اكتر من كده. ده اللي هو الايه؟ الساركومير او الاستراكشر يونت بتاع المايوفايبر اللي هو جزء من الماسل فايبر او المايوسايت. دي السلايدنج موفمنت. قد ايه المايوسين ثابت وبيشد مع وبيشد الاكتين عليه؟ يبقى المايوسين بتاعي ثابت وهو اللي بيشد الايه؟ الاكتين عليه. دي بسميها السلايدنج موفمنت. يبقى دي كونتراكشن اوف مايوفايبريل. يبقى لو انا عندي 1000 ساركومير بالشكل ده بالطول ده هيتحركوا بنفس الطريقه دي لو كنت انا محتاج فورس في الكونتراكشن، لكن انا ممكن احرك اكتر من مايوفايبريل مع بعضه، ممكن اكتر من مايوفايبريل مع بعضه. يبقى اللي قدامي دول عباره عن 5 مايوفايبريل، كل واحد من دول عباره اسمه مايوفايبريل. المايوفايبريل عباره عن سلسله من الساركوميرز، كل ساركومير عباره عن مسافه ما بين زد لاين وزد لاين، عباره عن سيك فيلمنت وسين فيلمنت. افتكر كده الرؤيه بدات تبان شويه، واللي بنسميها استرييتد ماسل. لكن فين الساركوبلازميك ريتيكولم بقى اللي بنتكلم عليها دي؟ هي دي الساركوبلازميك ريتيكولم، عباره عن ممبرينس استراكشر بيلف حوالين كل ساركومير بالشكل ده.
عند نهاية الساركومير، عند نهاية الساركولازم كريتيكلام بيحصل دايلاتيشن لهذا الممبرينس ستراكشر ونسميه تيرمينال سيسترنم. يبقى ده تيرمينال سيسترنم وده تيرمينال سيسترنم، الاثنين اسمهم تيرمينال سيسترني. هذه التيرمينال سيسترن بيبقى فيها فلويد كتير قوي، هذا الفلويد ريتش ان كالسيوم ايون. يبقى كل ده علشان اضمن عملية الكونتراكشن تبقى مع بعضها. شايفين الساركوبلازم كريتيكلام بتتحرك مع الساركومير، ده موجود جوه الخلية، والخلية لها سيل ممبرين. اشوف الاقي السيل ممبرين فيها اوبننج بالشكل ده، هذا الاوبننج يكمل علشان يعمل لي تيوبيول حوالين مين؟ حوالين المايوفايبريل. حوالين ايه المايوفايبريل؟ دي متصنعه من السيل ممبرين، جواها فلويد. ايوه جواها فلويد. الفلويد اللي جواها عباره عن ايه؟ عباره عن اكسترا سيلولار فلويد. يبقى لما تيجي الامبلس تمشي في الاكسترا سيلولار فلويد سهله جدا ان هي تدخل في التيوبيول دي وتكمل. يبقى اذا لما هتعمل اكزايتيشن، هتعمل اكزايتيشن لمين؟ للتو سيسترني دول. يبقى اذا انا عندي ستراكشر جديد اتخلق عندي عباره عن تو سيسترني وتيوب تيوبيول في النص او ترانسفيرس تيوبيول في النص. الاستراكشر ده بسميه ترايد. يبقى الاستراكشر اللي قدامي ده اسمه ترايد. ده بشوفه بالالكترون مايكروسكوب. يس اي كان سي ات ويز الكترون مايكروسكوب. يبقى الاستراكشر اللي قدامي ده اسمه ترايد، وده يونيك بالنسبه للسكيليتال ماسل. يبقى الساركوليما، لو بتكلم عن الساركوليما كواحده من كومبوننت اوف ذا ماسل فايبر اللي بشوفها بالالكترون مايكروسكوب، اهم حاجه عند الاي اي جانكشن بتعمل لي حاجه اسمها ترانسفيرز تيوبيول او تي تيوبيول. والتي تيوبيول دي بتساهم مع التير 2 تيرمينال سيسترني عشان تكون لي استراكشر اسمه ترايد. يبقى ايه هو الترايد؟ دي الترايد ده بيتكرر مع كل اي اي جانكشن. ايه هو الاي اي جانكشن؟ هو المكان ما بين الاي اللي هو الدارك باند والاي اللي هو اللايت باند. عند المكان ده بيتكون عندي ترايد. اسم بيتكون من عباره عن ايه الترايد ده؟ عباره عن تو تيرمينال سيسترني ومعاها 1 تي تيوبيول. طب نبص كده على الصوره دي، ده عباره عن ساركومير ادي الزيد لاين، حتى شكله زد هنا اهو وهنا زيد لاين، يبقى المسافه بينهم من بعض اسمها ايه؟ ساركومير. عند الساركومير ده ما بين التو زيد لاين دول الاقي الساركوبلازم كريتيك، بتيجي في الاخر وتعمل لي دايلاتيشن. هذا الدايلاتيشن اسمه تيرمينال سيسترني. عند التيرمينال سيسترني الاقي السيل ممبرين بتاعي حصل له انفاجينيشن وعمل لي تيوبيول هنا كده، يبقى ده بقى واقع ما بين تو تيرمينال سيسترني اسميه ترايد. لو ابص كده على الرسمه دي من فوق الاقي الساركومير عندي بدا يوضح، اللي هو المسافه ما بين تو زد لاين، ده اسمه ساركومير. الجزء ده اسمه اي باند، والجزء الغامق ده الاحمر ده هسميه دارك باند او اي باند. اوكي هتيجي الكلام ده بالتفصيل. مره ثانيه ادي السيل ممبرين من بره حصل فيه اوبننج، ضغط لجوه عمل تيوبيول، هذه التيوبيول هتلف حوالين كل مايوفايبر. يعني ايه هتلف حوالين ده وتلف حوالين ده وتلف حوالين ده وتلف حوالين ده؟ شايفين الميتوكوندريا حشره نفسها ما بين المايوفايبر عشان محتاجين طاقه كتير جدا. لكن انا هنا بتكلم عن ماسل فايبر واحد، واللي جوه دي مايوفايبرز ودي الميتوكوندريا. في كل مكان الاقي ميتوكوندريا، والنيوكليس بتاعت البولجنج هناك هي وبريفرال نيوكليس، لان مفيش مكان ليها هنا في النص، كله مليان مايوفايبر. والاقي المايوفايبرز هي حته غامقه اللي هي السيك فيلمنت وحته فاتحه اللي هي السين فيلمنت. يبقى الغامق جوه ده اللي هو السيك فيلمنت وحواليه موجود السين فيلمنت. وهنا الساركومير عندي بدا يبقى واضح، ادا زد ديسك وادا زد ديسك. يبقى المسافه بين الاثنين اللي هو الساركومير، الاقي في عندي ساركوبلازم كريتيكلام خاصه بالساركومير ده، فوق وتحت هتعمل دايليتيشن واسميه تيرمينال سيسترن. نرجع تاني نقول ان احنا عندنا مايو فيلمنت عباره عن سين فيلمنت وسيك فيلمنت. السين فيلمنت عباره عن جي اكتين بيتحول الى اف اكتين لما يحصل له بوليمرايزيشن دبل هيليكس، وبعدين يجتمع معاه التروبومايوسين والتروبونين اللي هم ثلاث انواع اي وسي وتي. لكن السيك فيلمنت عباره عن مايوسين مولكيولز، كل مايوسين مولكيولز عباره عن 2 هيفي تشين و4 لايت و4 لايت تشين. كل هيفي تشين بتتكون من
straight tail وبعدين globular head وبينهم بعض flexible neck. لو اتفرج على ساركومير الاقي اوضح حاجه في الساركومير ايه؟ الاي باند. الاي باند بتتكون من ايه؟ من الاكتين فيلمنت بس، دي بسميها الاي باند. ولاحظ انها بايسكتد. يعني ايه بايسكتد؟ يعني في النص هلاقي فيه الزد ديسك. وبعدين الاقي الاي باند اللي هي الدارك باند. ادي الدارك باند اهي. يا ترى الدارك باند دي متصنعه من الاكتين ولا من المايوسين ولا من الاثنين؟ لا واضح طبعا ان هو اكتين ومايوسين، صح؟ ليه؟ لان الاتش زون هي اللي بتتكون من المايوسين بس او السيك فيلامنتس بس، اللي هي المسافه دي بسميها ايه؟ بسميها اتش زون. بسميها اتش زون. ولو لاحظ هنا في الكونتراكشن الاتش زون تقريبا بتختفي، يعني مع الكونتراكشن كده الاتش زون ايه؟ بتختفي، صح؟ والاي باند بتظهر والاي باند ما بتتاثرش. نبص كده على الثلاثه زونز دول، الاي باند بتظهر، الاتش زون بتختفي، الاي باند ما بتتاثرش. لكن الام لاين واللي مش باين عندي بيبقى خط بايسكت الاتش زون. لو نبص هنا على الـ على الانيميشن ده هنلاقي الكلام بتاعنا مظبوط. الاتش زون، شايف الاتش زون مع الكونتراكشن بتختفي، الاي باند، الاي باند اللي هي دي ما بتتاثرش، الاي باند عندي بتصغر. مره تاني تعالوا كده نبص مره تاني، يبقى الاتش زون بتختفي، الاي باند بتصغر، الاي باند ما بتتاثرش. مره تانيه الاي باند اللي لونها بنفسجي شويه دي، الاي باند ما بتتاثرش، الاتش زون بتختفي، الاي باند بتصغر. ده اللي بيحصل اثناء الكونتراكشن. لو بعمل ابلكيشن للكلام ده على الالكترون مايكروسكوب، ما هي دي الاي باند اللي هي من هنا لهنا كده بسميها الاي باند، ودي الاي باند، والاي باند بيسكتد باي الزد لاين اهو، زد لاين اهو. يبقى دي عباره عن اكتين فيلمنت، ودي عباره عن كونكشن ما بين الاكتين ده وما بين الاكتين ده اللي هو يعمل لي الزد ديسك، لكن ده المايوسين فيلمنت ومعاه مين؟ ومعاه الاكتين فيلمنت. اما الجزء اللي في النص ده اللي هو الاتش باند ده، دي اللي ما فيش فيها اكتين فيلمنت، يبقى دي بقى عباره عن مايوسين فيلمنت بس. يبقى الجزء الغامق اللي في النص ده اللي هو الاتش زون مش واضحه غير هنا، يبقى الاتش زون دي عباره عن ايه؟ يعني دي افتح من دي. ليه؟ لان ما فيش فيها سن فيلمنت، لكن في النص ممكن الاحظها لو ركزت الاقي الام لاين، يعني هنا كده الاقي فيه هنا ام لاين غامق قوي. ده اللي هو الكونكشن ما بين مايوسين فيلمنت، مايوسين مولكيولز الناحيه دي والمايوسين مولكيولز الناحيه الثانيه. لو بنتكلم عن انواع السكريتال ماسل فايبر، ولا شويه كتير فيسيولوجي، الاقي فيه عندي ريد ماسل فايبر ووايت ماسل فايبر وما بين الاثنين. الريد ماسل فايبر او التايب 1 ماسل فايبر بنسميها سلو اوكسيداتيف، لكن دي فاست جلايكوليتيك، يعني دي هتعتمد على التريكريبس سايكل لكن دي هتعتمد على الجلايكوليسيس. في عندي النوع الثاني بيبقى انترميديت ما بين الاثنين. الريد ماسل فايبر دي بتبقى سمول ان ديامتر وبتبقى مور فاسكولار، يعني الاندوميزيوم بتاعها بيبقى فيه بلاد كابيلاريز عاليه جدا، وعنده وموجود جواه مخزون كبير من المايوجلوبين ده عشان يحافظ على كميه كبيره من الاكسجين، وفي نيومرس لارج نمبر اوف ميتوكوندريا لانها هتعتمد في الاكسديشن بتاعها على الكريبس سايكل، زي ستين انتنسلي بالسكسنايد. ليه؟ لان فيها ميتوكوندريا كتيره. الكونتراكشن بتاعه بيتميز بان هو سلو لكن ريزيستنت للفتيك، يبقى الكونتراكشن عندي هنا سلو لكن بيقدر يقاوم الفاتيكابيلتي. ليه؟ لان العادم بتاعي قليل قوي لان انا اعتمدت هنا في الاكسديشن على الكريبس سايكل. اما في الوايت ماسل فايبر هلاقيها ايه؟ هلاقيها لارج وفيها ليس مايوجلوبين لان مش هعتمد على الكريبس سايكل قوي. سمولر ان يومرس ميتوكوندريا، صح، لان فعلا مش محتاج الكريبس سايكل، لكن هي عباره عن فاستر وفاتيج لان انا بكسر الجلوكوز جلايكوليسز على طول بره الكريبس سايكل. اخر حاجه الانترميديت فايبرز، ودي ما بين الاثنين، يعني بتجمع الكاركترز ما بين الاثنين. الميكانيزم اوف كونتراكشن الحقيقه مش علينا، لكن بسرعه كده بنقول
ان النيرف امبلس بتروح للتيتيوبيول وبالتالي للتيرمال سيسترني عشان الكالسيوم بتاعنا يطلع، يروح يرتبط بالتروبونين، يما يرتبط بالتروبونين يغير شكله يحصل فيه كونفورميشن تشينج، فالتروبومايوسين يتحرك يتحرك بعيد عن الاكتين فيلامنت، فالمايوسين يرتبط بالاكتين عند المايوسين بايندنج سايتس اللي موجوده على الاكتين، المايوسين هيعمل رياكشن مع الاكتين، هيتحول من لا يتحول المايوسين الى اي تي بيز انزيم. الجلوبولار هيد اللي احنا فاكرينها دي هتتحول الى اي تي بيز انزيم. هذا الاي تي بيز انزيم هيطلع انرجي، فيحصل فليكشن في الهيد في النك بتاعت المايوسين، يحصل ايه بعد كده؟ يحصل ديسبليسمنت للسين فيلمنت. اثناء الريلاكسيشن العكس هيحصل، بالبدايه بتاعتنا هي الكالسيوم سيكوستريشن. لو حسيتوا تتفرجوا على هذا الانيميشن الجميل اللي بيوضح لنا السلايدنج موفمنت والاكشن بتاعه. ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.